خلينا دلوقتي نروح معاكم في جولة مفصلة عن طقس النهارده. النهارده في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، أما بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء. في كمان نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الطقس النهارده من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور منار. صباح الخير على حضرتك استاذه جمانه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ايه اخبار الجو النهارده؟ طبعا يمكن احنا نوهنا في نشراتنا ان من امس واول امس بدانا موجه شديده الحراره بتاثر على اغلب محافظات الجمهوريه. اليوم ايضا هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، يمكن بمعدل 3 ل 4 درجات عن العظمى اللي احنا سجلناها بالامس في القاهره الكبرى، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، يعني الاجواء مشمسه بشكل كبير، وطبعا بيعمل على ارتفاع قيم درجات الحراره. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه صحراويه، الكتل دي مرتفعه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها. ده هيخلي اليوم العظمى على القاهره الكبرى في الظل توصل ل 39 درجه مئويه، وده كمان درجه الحراره المقاسه في الظل. اكيد المواطن اللي موجود في الشارع تحت اشعه الشمس هيحس كمان اعلى من ال 39. فبالتالي اجواء اليوم هي اجواء شديده الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، جنوب البلاد، جنوب سيناء. اجواء حاره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، سواحلنا الشماليه. ده بيكون كمان في وقت النهار وتحديدا في وقت الظهيره مع شده الاشعاع الشمس. فتره الليل كمان مع غياب اشعه الشمس اكيد بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن الصغرى فتره الليل بدات ترتفع عن الاسبوع الماضي. بدانا نسجل قيم درجات حراره بتتجاوز ال 23 وال 24 درجه مئويه فتره الليل. فكمان فتره الليل هي اجواء معتدله تماما في معظم محافظات الجمهوريه، البروده اختفت تماما خلال فتره الليل من معظم المحافظات. كمان اليوم متوقع ان احنا مع فتره المساء وفتره المغرب هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري. نشاط الرياح ده يلطف الاجواء بعض الشيء بعد الارتفاعات اللي هنشوفها فتره النهار، لكن هيكون مثير للرمال والاتربه في مناطق من الصحراء الغربيه، مناطق كمان من شمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومناطق من جنوب سيناء. يعني القاهره الكبرى والوجه البحري ما فيش اي اتربه ورمال مثاره، الاتربه بس بتنحصر في المناطق الجنوبيه. كمان اليوم ايضا متوقع معانا استمرار الاضطراب الملاحه البحريه على البحر الاحمر وخليج السويس، ارتفاع امواج ما بين 2 الى 3 متر، وهيكون استمراره غير مؤهل لاي اعمال صيد وملاحه بحريه، لكن البحر الاحمر معتدل مؤهل تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. موجه ارتفاع قيم درجات الحراره دي مكمله معانا على مدار الاسبوع ده كله، يعني احنا متوسط قيم درجات حراره خلال هذا الاسبوع ما بين 37 ل 39 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى. فطول ايام الاسبوع الاجواء هتكون اجواء شديده الحراره لفتره النهار، فتره الليل هتكون معتدله بشكل كبير. فعشان كده طول الموجه دي بيخلينا نحس اكتر بارتفاع قيم درجات الحراره. هي مش موجه قصيره زي اللي احنا متعودين عليها بتبقى يوم اثنين، لا ده مدار اسبوع كامل. فلازم بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس وقت الظهيره تحديدا، يمكن من الساعه 12 1 الظهر لحد الساعه 4 العصر شدة الإشعاع الشمس بتبقى قوية بشكل كبير. فبقدر الإمكان أتجنب أشعة الشمس، لو أنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس يحميني من أشعة الشمس. عدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، دايما أغير درجة حرارة جسمي، أتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، المية دي على مدار اليوم. الملابس تكون فاتحة اللون لو أنا موجود في الشارع، وطبعا نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية. طيب دكتور منار، بالنسبة للرياح المحملة بالأتربة كمان مستمرة معانا على مدار الأسبوع ولا لأ؟ هي طبعا هتستمر معانا على مدار الاسبوع، لكن هتختلف من يوم للتاني ومن منطقه للتانيه، لكن على الاقل القاهره الكبرى والسواحل الشماليه مش هيكون فيها اتربه ورمال مثاره على مدار الاسبوع كله، لكن المناطق الجنوبيه هيستمر معاها الرياح الاتربه والرمال المثاره، لكن ممكن تختلف بعض الايام هنلاقيها في جنوب سيناء فقط، بعض الايام هنلاقيها في محافظات الصعيد، لكن الاكيد المحافظات الشماليه مش هيكون فيها اي اتربه ورمال مثاره. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منور غانم، عضو المركز الاعلامي هيئة الأرصاد الجوية. بشكرك طبعا على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نروح نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. خلينا نبدأ مع القاهرة. درجة الحرارة في القاهرة درجة الحرارة العظمى 39 درجة، أما الصغرى في 4
29 درجة، العاصمة الإدارية العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة. بالنسبة للإسكندرية درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة. بالنسبة للعلمين الجديدة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة. مطروح درجة الحرارة العظمى 32 درجة، أما الصغرى فهي 21 درجة. بالنسبة لدمياط درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة. بورسعيد درجة الحرارة العظمى هي 31 درجة والصغرى 24 درجة. طبعا بورسعيد زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم هي أقل درجة حرارة. الإسماعيلية العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة. السويس العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة. العريش درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة. بالنسبة لسانت كاترين درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة. طابة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة. درجة الحرارة في حلايب درجة الحرارة العظمى 34 درجة، أما الصغرى فتكون 25 درجة. كمان شلاتين درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة. شرم الشيخ العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة. والغردقة العظمى هتكون 39 درجة، أما الصغرى فتكون 26 درجة. الفيوم درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة. بني سويف العظمى 41 درجة والصغرى هتكون 24 درجة. الوادي الجديد 44 درجة والصغرى 26 درجة. أسيوط العظمى درجة الحرارة هتكون 42 درجة، أما الصغرى هتكون 25 درجة. سوهاج درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة. إنا 43 درجة و26 درجة. الأقصر درجة الحرارة العظمى هتكون 43 درجة والصغرى 27 درجة. أسوان درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة. دي كانت درجات الحرارة موجودة معانا النهاردة.